انفسنا انه مثلا الناس الوقت اللي شافوا البدايه ديال الاشغال داروا هادو غير قربت الانتخابات ما عرفوش هما انه من 2009 في إطار التواصل مع المواطنين وتفقد المشاريع المبرمجة، أقدم المجلس البلدي لمدينة المحمدية برئاسة محمد مفضل رئيس المجلس البلدي صباح الأربعاء 15 أبريل الجاري 2015 إلى القيام بجولة تفقدية لعدد من المشاريع صحبة رؤساء مصالح وأقسام بالجماعة ورؤساء وأعضاء جمعيات من المجتمع المدني وممثلي عدد من المنابر الصحفية المكتوبة والإلكترونية وعلى رأس شبكة محمدية بريس الإخبارية، حيث كان البدء بحديقة الحسنية واحد والمعروفة بالقدس، والتي تم الاطلاع عن كتب على شكلها الجذاب الجديد الذي كلف خزينة الجماعة مبلغ 44 مليون سنتيم. ولكن المساطير كتعرفوا المساطير كيفاش كاين المساطير ثم اللهم لك الحمد انا كن حق اخرس الشخصي اللي كيتسافر لنا علاش كنشوف هاد عندنا لا فيزيونومي ديال هاد راسنا ولا كيدير راسنا دوك هاد الجماعه كيستي هذا السميم وهذا لا تهاد الرخام الطريقه هذا الحمد لله كما قلت سعيد فات واحد الجماليه على الحاضر هو اللي شافها كتعجبو بكل صراحه شتي الجماليه ديال الحاضر والحمد لله هي بدرة طيبة جمالية ولكن خصنا حنايا كسكان نحافظوا عليها لأن كما كيقولوا هاد الشيء راه ديالنا حنا الملك الجميع التوعية وانتم كجمعويين من المفروض توعيوا الناس والحمد لله هذا اللي غادي ان شاء الله غادي نبداو في التأطير ان شاء الله بحول الله التحسيسية ولما لا بهاد الحديقة كانت وغدا تكون ان شاء الله بحول الله الا درنا يد في اليد مع الساكنة ديال الحي الحسنية واحد رئيس الأغراس بمدينة محمدية السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم كريم الصيفة. خلوق عبد الرحيم رئيس مستعد الأغراس. يعني في أي إطار هذا الافتتاح ديال الحديقة ديال القصر اللي كانت كتعرف تهميش سنوات؟ في إطار إعادة هيكلة بعض الحدائق تمت برمجة هذه الحديقة وحديقة سيدي موت ساحة سيدي موتى في مبلغ مالي يقدر بهذه الحديقة تقريبا في 44 مليون. نظرا لموقع الاستراتيجي ما بين وسط أزقة وشوارع ديال هذا الحي حي الحسنية تمت برمجته وإعادة هيكلتها بهذا الشكل بهذا الشكل الجميل سيد الرئيس هذا الشيء هذا الغصيف غدا غادي يعمق بالباع المتجولين حنا غنديروا فراشة دابا حنا غنديروا ديال الصاطو عند داك النيل الاولى البريمير ديال السيد الرئيس لكن على الاقل باش نقصوا من الحجم ديال السيارات وداك علينا الله محمد رسول الله دابا اللي علينا غادي يجيكم السيد الرئيس يسمع ما كيقول لك أكبو غابي منير رئيس جمعية قص لسكان الحي الحسنية واحد اليوم الافتتاح الرسمي لحديقة لا غير زيارة غير زيارة تفقدية للورش الآن ماشي لا ماشي الافتتاح الرسمي بهذه المناسبة كنقدم الشكر نيابة عن سكان الحي الحسنية للسيد رئيس مجلس البلدي على الزيارة هذه والوفد المرافق له وكذلك الإخوة الصحفيين والسكان والفاعلين الجمعويين ورؤساء الجمعيات اللي جاوا قاموا بهذه الزيارة التفقدية للمشروع وبهذه المناسبة كنطلبوا من السكان أنهم يتعاونوا معنا ويحافظوا على الجمالية وعلى النظافة ديال الحديقة ديال القدس لأنها متنفس الوحيد اللي بقى في هذا الحي هذا وراه الوجه الحقيقي لساكنة حي الحسنية واللي كنطلبوا منهم انهم ينبهوا الوليدات ديالهم باش يحافظوا على النظافه وما يلعبوش بها وما يعبتوش بالنباتات والاشجار اللي كاينه في الحديقه والشكر الجزيل الشكر للسيد الرئيس الاطر السؤال اللي كيتطرح الان واش كتعتقد ان هذه الحديقه غتبقى بهذا الشكل هذا من بعد الافتتاح الرسمي ولو اسبوع واحد كما كنشوفوا راه اي طفل الا كانت خصوصا انا عاد من الفاعل الجماعي كيقولوا ما كاينش غرياج ما كاينش سيكوريتي اضافه الفيضانات اللي كتضرب الحسنيه والمحمديه وهاد الاكراهات الثلاثه هادو بالنسبة للسؤال الأول على الحفاظ على الجمالية والنظافة ديال الحديقة احنا طلبنا من السيد الرئيس المجلس البلدي مشكورا أنه يخصص لنا حارس غادي يبدأ المهام دياله ابتداء من الخمسة ديال العشية حتى الحدود الواحدة ليلا هذا الشطر الأول حارس فقط والليل حارس ليلي ولا غادي يكون حارس ليلي ولكن بالنسبه لينا حنا كنطلبوا يكون حارس في النهار والليل ولكن في ظل هذه الوضعيه لان هذا الامر هذا كيتطلب انه يكون يعني مدرج في جدول ديال المجلس ولكن احتياطيا
ومؤقتا انهم غادي يعطيونا واحد الحارس يقوم بالحراسه ديال الحديقه هذه مؤقتا ريتما تلقى الحل. بالنسبه للحل ديال الفيضانات كان سبق لنا هذا المشكل طرحنا على السيد عامل صاحب جلاله في نهار 4 شهر 11 2014، حيث كاين تم استقبال ديال المكتب ديال الجمعيه بمقر العماله، ووعدنا السيد العامل انه غادي يتدخل. وكان عندنا مشكل اخر هو مشكل ديال الباعه الجائلين اللي بالجنبات ديال الحديقه، وكانت عطات التعليمات ديالو صارمه في هذا الشان هذا، وتم اجلاء هاد الباعه الجائلين. الا انك لاحظوا كاين تواطؤ، ما غاديش نخصوا نذكروش الاسماء، ولكن كاين تواطؤ ان بعض الاشخاص ما كينفذوش التعليمات ديال السيد العامل، وكيرجعوا هذوك الباعه الجائلين ابتداء من 9 ليلا او 10 ليلا. وكذلك كان عندنا اجتماع مع السيد مدير ديال لاليداك، وهضرنا معاه في المشكل ديال الفيضانات، ووعدنا انه غادي يكون حل، الا ان لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. كما كنشوف غياب الاناره. الاناره ما كايناش دابا. حديقه بدون اناره يعني اتلاف لما في الحديقه. أكيد، ولكن هذا المشكل ديال الاناره طرحنا هذا السؤال على السيد الرئيس المجلس البلدي، ووعدنا على ان الناس ديال لاليداك المسؤولين ديال لاليداك غادي يكونوا عندنا غدا في الصباح بعين المكان هنا بالحديقه، غادي يجيو وغنشوفوا مشكل ديال التطهير وديال الفيضانات، وكذلك مشكل الاناره العموميه. انا والله تستمر هذه الزياره وتعطي واحد الاكل ديالها، لانه احنا راعينا من 2002 وحنا كنضربوا باش تكون هذه الحديقه في المستوى. سفيان العطفاوي، تقني بالمصلحه ديال المناطق الخضراء بالمحمديه. اذا كيفاش هذه الزياره التفقديه؟ ايوا الحمد لله هاد الحديقه جات نتيجه ثمره ديال واحد المجهودات جباره من طرف المصلحه ديال المناطق الخضراء والقسم التقني. وفي زمن قياسي وبواحد المجهود اللي كان نتيجه ديال بزاف ديال التشاورات وبزاف ديال الاراء اللي نتجت على هاد الثمره الحمد لله. وكنشوفوا النتيجه ديال العمل ديال المجموعه كينتج واحد العمل اللي هو مزيان، والحمد لله انتم كتشوفوا هذا الشيء اللي كيبان لكم. عبد الله القرقار، جيرون ديال سوسيتي ديال طاف العهر. شرح لنا كيفاش تمت العمليه. والعمليه تمت في اطار واحد الصفقه عموميه دازت في ظروف عاديه، وتمت المتابعه من طرف المصالح المختصه في البلديه، وتنشكرهم جزيل الشكر. هنا واحد الناس متفاهمين وعلى المام بالدومين، والناس اللي تيسمعوا وهما اللي ساعدوا الحمد لله في انجاح العمليه، ودازت الظروف لا من ناحيه الوقت ولا من ناحيه ديال الكم. اذا التصميم تم تطبيقه كما 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 كان متفق عليه، مع بعض التغييرات الطفيفه لمراعاه الظروف السكنيه والممرات والمستلزمات اللي تطلب منها طرف المطلوبه من طرف الشعب. بعد ذلك توجه الوفد صوب حي الرشيدية لتفقد الأشغال الجارية لإنشاء نافورة جديدة بالمحمدية خصص لها مبلغ 326 مليون سنتيم وستكون جاهزة صيف هذه السنة. احنا كشبكة الفجر التنمية المحلية في الرشيدية احنا بغينا اكثر من نافورة لهذه المنطقة، لان هاد الاولاد هاد المنطقة خصهم يحسوا بالمواطنة ديالهم، يحسوا بالاضافة لهاد النافورة والتبليط وبالنسبة للسيد اللي كان احنا كنشكركم عليه، ولكن الرشيدية راه كتبقى دائما مهمشة مناش مهمشة خلينا نهضر نكمل لكم. عندنا الفضاءات الخضراء كاينة، المجلس البلدي دار واحد عدد ديال المجهودات في الفضاءات الخضراء، ولكن الصيانه ديالها كتبقى ناقصه. كاين مره كيجيو يديروا الصيانه، ولكن خصنا حنا موارد بشريه قاره. كما زار بعد ذلك الوفد الكبير ورش الملاعب المصغره بمصلى المدينه بحي لاكولين، والتي خصص لها غلاف مالي حدد ب 500 مليون سنتيم، والذي ستنتهي الأشغال بها أيضا صيف هذه السنة. فيما اختتم الوفد الجماعي والجمعوي والصحفي الزيارة بورش لحديقة بحي الراشدية 3. الاعضاء اللي كدير تهلك الراشدين فيهم ما عمرناش شي واحد فيهم، وحتى نعرفوا ما عندهم غادي، حتى نعرفوا ما عرفتوش. وهذا ما عجبتكش؟ هذا عمرك جيتي عاد انت تسال.